خبراء دائرة الأعمال على راديو الشرق مع بلومبرغ. مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت في جلسة اليوم، لكن الارتفاعات طفيفة مع استيعاب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع. ارتفاعات للداو جونز عند مستويات 34673 نقطة، الاس ان بي 500 فوق مستويات 4474 نقطة، ناسداك على ارتفاعات بنصف النقطة المئوية. يأتي الدعم من تسلا المرتفع ب 1.18%، وأيضا انفيديا ارتفاعات قرابة 2%. أبل ما زال يواجه تراجعات أو يسجل تراجعات بنصف النقطة المئوية. الدولار يسجل بعض التراجعات في هذه الجلسة عند 104 نقاط. أما عوائد سندات الخزانة الأمريكية سواء للسنتين وعشر سنوات على تراجعات عوائد سندات الخمس سنوات عم تسجل ارتفاع تراجعات ولكن ما زلنا قرابة 5%. للحديث حول ما يدور في الأسواق المالية العالمية ينضم معي من عمان أحمد عزام، محلل أول للأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك. مساء الخير لينا، شكرا للاستضافة. بداية، أرقام التضخم صدرت، إلى أي مدى رح يكون لها تأثير برأيك على توجهات الفيدرالي في اجتماعه المقبل أو ربما أيضا في الاجتماعات القادمة؟ لأن الأمر يظهر محسوم بهذا الاجتماع بتثبيت أسعار الفائدة. نعم لينا، أتفق معك بعملية تثبيت الفائدة في شهر 9. على ما أعتقد أنه رقم 3.7% للمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي مبررة جدا نظرا لارتفاع أرقام النفط. أسعار النفط سجلت ارتفاعات في الفترة الأخيرة، فبالتالي انعكاسه على المؤشر كانت مبررة جدا. حتى الأرقام في الشهر القادم على ما أعتقد أرقام التضخم قد تسجل بعض الارتفاعات الأخرى، فبالتالي على ما أعتقد شهر 9 قد يكون قرار حكيم بالنسبة للفيدرال الأمريكي لتسديد الفائدة، خاصة مع فتور أسواق الوظائف من ناحية أخرى تراجعات لبعض أرقام النمو. فبالتالي على ما أعتقد الفيدرال الأمريكي لن يراهن على عمليات رفع أسعار الفائدة لخسارة أسواق أو سوق العمل، من ناحية أخرى لعدم خسارة النمو الاقتصادي في الفترة القادمة. لكن شهر 11 على ما أعتقد قد يكون وارد جدا لرفع أسعار الفائدة، لهجة الشبيبية في الاجتماع القادم لورود لرفع أسعار الفائدة قادمة ممكن جدا من الفدرال الأمريكي. ويظهر أن الأسواق أيضا تترجم تثبيت أسعار الفائدة في هذه الاجتماع، لكن سنرى كيف سيكون الاجتماع في الأسبوع المقبل، هل سيحمل أي مفاجآت؟ بالتالي البنك المركزي الأوروبي نترقب اجتماع غدا، ما المتوقع برأيك في ظل بيانات اقتصادية سلبية من منطقة اليورو وخصوصا من ألمانيا، وأيضا تضخم من جهة أخرى، رغم أنه كفة الميزان ترجح تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي؟ نعم لنا، زي ما تفضلتي، كل اجتماع لبنك أوروبا بيكون أصعب من السابق. الاجتماع الحالي مواجهة أرقام النمو سيئة جدا على حافة أرقام الركود 0.1 للناتج المحلي الإجمالي، أرقام مؤشرات مديري المشتريات التصنيعي والخدمي ضمن دائرة الانكماش. ألمانيا كما ذكرتي هي دولة التصنيع في الاتحاد الأوروبي، تعاني من انكماش في جميع مؤشراتها، فبالتالي أرقام سلبية بشكل كبير. رفع أسعار الفائدة قد يكون خطير جدا، استمراري دفع لرفع أسعار الفائدة قد يكون خطير جدا على النمو، فبالتالي تثبيت الفائدة قد يكون القرار الحكيم. بعطي نسبة 80% لينا، لكن رح أترك 20% لإحتمالية رفع أسعار الفائدة، خاصة بأنه أرقام التضخم 5.3% تحديدا للمؤشر الأساسي قريب جدا من الذروة. يعني جميع أسعار عمليات رفع أسعار الفائدة التسعة الماضية بالنسبة لبنك أوروبا ما كانت مجدية بشكل كبير، لكن هون جدير ذكر لنا أنه في ورقة رابحة في بنك أوروبا واللي هي شراء السندات. بنك أوروبا أوقف إعادة الاستثمار لأحد البرامج السندات، لكن ترك إعادة الاستثمار للأرباح من أسواق السندات أو برنامج السندات الطوارئ كورونا، فبالتالي عدم إعادة الاستثمار لتلك الأموال قد تكون بمثابة تجديد السياسة النقدية. طرح فكرة عدم الاستثمار أو إعادة الاستثمار قد
يكون بمثابة تجديد السياسة النقدية، فاللجوء إلى عدم رفع أسعار الفائدة مع لهجة متشددة خاصة مع انقسام مجلس البنك الأوروبي، لهجة متشددة على ما أعتقد قد تكون كافية في شهر 9 لمتابعة الأرقام خوفا من دخول المرحلة القادمة للركود التضخمي في الاتحاد الأوروبي لنا. فما أعتقد تثبيت الفائدة قد يكون الحل الأمثل. طيب داني، أنا أتحدث عن اليورو، هل بتتوقع يعني هو دون مستويات 1.8، هل بتتوقع استمرار التراجع على اليورو خاصة أنه قوة الدولار ما زالت موجودة وهناك من يرجح استمرار ارتفاعات الدولار خلال هذا العام؟ نعم، يعني إذا حكيت على المدى القصير إلى المدى المتوسط، أميل إلى إمكانية ارتداد اليورو كأداء إيجابي إلى مستويات الدولار 8 سنت دولار 9 سنت على المدى المتوسط لليورو، خاصة كمستويات فنية تعتبر جيدة مع لهجة تشددية، لهجة صقورية من بنك أوروبا على ما أعتقد قد تكون كافية لدفع اليورو. لكن على المدى الطويل لنهاية العام، نعم بميل للكفة، إمكانية كسر مستويات الدولار 7 سنت وصولا لمستويات الدولار 5 سنت على ما أعتقد قد تكون واردة، لكن أميل حاليا إلى التصحيح الإيجابي ثم استمرارية السلبية، خاصة أن الدولار الأمريكي ممكن يكون الأفضل أداء في الفترة القادمة. نعم بينا. نعم، ضيفي من عمان أحمد عزام، محلل أول للأسواق المالية، شكرا جزيلا لك.